السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. جيت اليوم تروح الوصفه ديال الوجه ديال التجاعيد او لا ديال الترهلات ديال الجلد، لابو ديال البشره. قبل ما نبدا معكم الوصفه، قبل ما نعطيكم المكونات، بغيت نعطي واحد النصيحه بالنسبه للوصفه الطبيعيه اللي ما كيعطيهمش بزاف ديال البنات. كيقول لا، الوصفه الطبيعيه ما كيعطوش النتيجه. اولا هي المداومه، هذه اول حاجه كنصح بها، هي ان الوصفه كتبغي المداومه، ماشي ديريها مره ولا جوج ولا ثلاثه وكتقولي لا ما عطاتنيش النتيجه، الوصفه ما زويناش. الوصفه كتبغي المداومه، على الاقل كداوميها مده شهر، هذه اقل نسبه اللي كداوميها. وبالنسبه للنصيحه الثانيه، هو الوصفه راه ما كيجوش كيقولوا معلقه صغيره او لا معلقه كبيره، يعني كتكون معلقه كبيره كتبقى معلقه كبيره، ما كتنقصيش من عندك. انت كتقولي لا ندير غير معلقه صغيره ولا ندير جوج معلقات صغار ولا ندير، المهم الوصفه كتبقى بمقادير ديالها مضبوطه كيف ما محطوطه هي، كتبقى هذه هي اللي كتسمى وصفه. ما الا زدتي من عندك واحد شويه ولا نقصتي من عندك واحد شويه، اذا غادي تخرجي على الوصفه، ما كتبقاش وصفه عوض. باش تعطيك واحد النتيجه اللي هي زوينه، راه ما غادي تعطيك حتى شي حاجه. بالنسبه للنصيحه الثالثه، هي ديال الوصفات، بالنسبه للوصفات اللي فيهم بياض البيض، انا كنصح البنات بالوصفات اللي فيهم بياض البيض، زعما الطريقه اللي غادي يديروا الوصفه فيها بياض البيض، بان بما ان بياض البيض ملي كينشف كيجبد لابو ديال الوجه، كيجبدها. يعني خصك تكوني في واحد الوضعيه ديال الوجه يكون طبيعي، يعني ما تكونيش كدوري في الدار ولا كتشقاي ولا كتهضري ولا هزه التليفون محضر عليه حاضر عليه الوجه ديالك. البوزيسيون اللي خصك تكوني فيها هو انك غادي تنعسي على عين، كيف كنقولوا غادي تنعسي على الدار ديالك، وغادي تحيدي الخدام تحت الراس ديالك حتى كينشف لك الماسك ديالك معاك تماما، ما كتهضري ما كتضحكي ما كترخاي كترتاحي حتى كتنشف معاك الوصفه. بالنسبه للوصفه ديال اليوم فيها مكونات بسيطه، كتستعمل نصف ساعه، هذه الوصفه هذه كتخليها على الوجه ديالك نصف ساعه، فيها معلقه صغيره ديال زيت بودور العنب، فيها معلقه كبيره ديال حليب غبره، ومعلقه كبيره ديال دقيق الزرع، وبياض ديال البيضه ماشي صفر، البياض ديال البيضه. نبداو الوصفه على بركه الله. بسم الله. معلقه صغيره ديال زيت بودور العنب بهذا الشكل هنا، كنحاول هو الاول نضرب الزيت مع بياض البيض، خفق واحد شويه معلقه ديال حليب غبره ممسوحه، ومعلقه ديال دقيق الزرع. هذه هي الوصفه ديالنا، غنبقى نحاول نخفقها حتى غادي تحصلي على واحد الكريمه بحال الشكل ديال الكريم. نخفقها بهذا الشكل حتى غادي تجمع، نتجمع نرجع معكم. بعد ما كتخفق كيتجانسوا المكونات مع بعضهم، كتحصلي على هذه الكريمه بحال هكا. بالنسبه للوصفات، على الوصفات الطبيعيه ما كتستعملش على الوجه هو مسخ، يعني قبل ما تستعملي الوصفه خصك تغسلي وجهك مزيان بالصابونه اولا بالصابون اللي كتستعملي انت الوجه ديالك، كتغسليه مزيان، يعني كتستعمليه على وجه نقي، وكتقومي كدير واحد القماش وكتفتحي المسام. باش كتفتحي، علاش كتفتحي المسام؟ لان الوصفه فيها مكونات، فيها مثلا زيت بودور العنب اللي هي غنيه عن التعريف، زعما كاينين بعض الناس ما تعرفوش بان زيت بودور العنب زوينه للوجه، كتحارب التجاعيد وزوينه، يعني فريمون زوينه، جربتها انا شخصيا. والمكونات ديال دقيق الزرع لانه كيحارب البقع الداكنه ولا الاطراس ديال الحبوب، يعني خص المكونات اللي كاينين في الوصفه تستافد منهم البشره، يعني خص المسام يكون مفتوح ضروري. كديري واحد الحمام بخار للوجه ديالك حتى كيتفتحوا لك المسام ديالك ديال وجهك، عاده كتستعملي الوصفه.
بالنسبة ثاني للبياض البيض اللي هو معروف المكونات اللي فيه يعني زوين بزاف للبشرة، اي بشرة واخا تكون دهنية ولا جافة ولا سموم زوينة، وحتى هاد الماسكادام مزيان لجميع انواع ديال البشرة المختلطة، ولا كيف ما كان النوع ديال البشرة كتحصلي لها الكريمة بحال هكا. هي اختارت كتستعمليها على البشرة ديالك لمدة ديال 30 دقيقة يعني نص ساعة، من بعد غادي تغسليها بالماء الدافي، يعني ما غاديش تقومي بها وجهك، يعني لحقاش انت قومي دي وجهك قبل، يعني ما غاديش تأطري حيت الوجه حساس، ما غاديش تأطري على البشرة ديالك، بقيت تقومي الوجه ديالك كل ساعة. بالنسبة لك كتغسليها بالماء الدافي، ومن بعد كتغسلي بالماء البارد، وكان ننصح بالوصفة تستعمل في الليل، يعني لحقاش فيها الزيت على حسب التعرض الأشعة ديال الشمس، كان ننصح بأنها تستعمل بالليل، ومن بعد من تستعمليها وتغسلي وجهك وتحسي بأن الوجه ديالك برد، يعني تغسليه بشوية ديال الماء بارد أو لك كدوزي مكعبات باردين على الوجه ديالك، كدهني وجهك بالزيت اللوز الحلو اللي كتنعسي، يعني وصفة رائعة، وكنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تدعموني وتدعموا القناة ديالي باللايكات وبالابوني، وشكرا لكم، السلام عليكم.